والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال ومصطفى ميسر. شكرا سحر ناجي وشكرا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في النشرة التاسعة. استعرض مجلس الوزراء الاستعدادات النهائية لإطلاق الاستراتيجية والاستراتيجية الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 وحتى 2027 والمقرر إطلاقه خلال مارس القادم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الخطوات التنفيذية للانتهاء من الإطار. وشدد مجلس الوزراء على أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة يتكامل مع كافة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري حياة كريمة ورؤية مصر 2030 ووثيقة حقوق الإنسان وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إرسال الحكومة رسائل نصية تتضمن رابطاً لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة مقدرة بنحو 1000 جنيه. وأشار المركز الإعلامي إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني أو صفحة الوزارة على موقع فيسبوك، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية. كما حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حذر المواطنين من أن الأدلاء ببيانات الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وأكد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظهر بالبحر المتوسط، والذي يشكل أهمية كبرى لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي، ويعد نموذجا يحتذى به في مشروعات الإنتاج. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركتي بترو شروك وبترول بلاعيم بتروبل عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد موازنتي العام المالي القادم 2023-2024 والموازنتين المعدلتين للعام المالي الحالي. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم خلال زيارته لدولة بوروندي الشقيقة مع وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندي، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وخلال اللقاء أكد الوزير حرص مصر على استمرار دعم قطاع الإنتاج الزراعي البوروندي، والذي يوليه الرئيس البوروندي اهتمامه الفائق، وكاد دعم قطاع الري وتحديثه والاستخدام الأمثل للموارد المائية في بوروندي حتى تصبح الزراعة قاطرة التنمية بها. كما أعرب الوزير عن تقدير مصر لموقف بوروندي الداعم والمساند للموقف المصري في قضايا المياه، مشددا على حرص القاهرة على دعم أواصر التعاون بين دول الحوض من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. أعربت البعثة التحضيرية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي برئاسة السكرتير العام للمجموعة فينس تيم هيلي عن سعادتها بالتقدم الكبير والمحقق فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، والتي من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 22 حتى 26 من مايو القادم، وهو ما لمسته البعثة خلال زيارتها لمدينتي القاهرة وشرم الشيخ. وخلال الزيارة استعرض محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الرئيس الحالي لمجلس محافظي مجموعة البنك مع السكرتير العام لمجموعة البنك الإفريقي، استعرض موقف التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية وناقش استعدادات مدينة شرم الشيخ للاستضافة، وأشاد بما تتمتع به من بنية تحتية قوية وعالية الجودة ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة متميزة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك. في
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات لتواصل مكاسبها والتي حققتها خلال اليومين الماضيين، حيث انخفض الدولار بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتصل إلى 83 دولار و8 سنتات للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% لتصل إلى 77 دولار و27 سنتا للبرميل. وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.56% لتصل وتحقق 2.95% دولار للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.32% لتسجل 2.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. هبط المؤشر نيكي الياباني وسط عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بعد إعلان نتائج مالية مخيبة للأمال، مما بدد أي آمال في الاستفادة من مكاسب سجلتها وول ستريت في الليلة الماضية. وتراجع المؤشر ب3.3% وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مستقرا، وتساوى عدد الرابحين تقريبا مع الخاسرين على المؤشر، حيث صعد 106 أسهم من إجمالي 252 سهم وهبط 114 سهم، بينما أغلقت 5 أسهم دون تغيير. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار مع سحر وإيمان. شكرا لك مصطفى.